إذن مشاهدينا، الشباب هم الثروة الحقيقية واللبنة الأساسية في عملية التطوير وتحقيق التقدم العلمي في البلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. نعم، نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035. مشاهدينا، الهيئة العامة لشؤون القُصّر نظمت فعالية ورش عمل للقُصّر المشمولين بالرعاية من قبل الهيئة للفئة العمرية من 12 عاما إلى 17 عاما، وذلك لرفع الوعي الثقافي وتهيئة الشباب إلى المرحلة المستقبلية. في إطار عملية التطوير وتحقيق التقدم العلمي في البلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصّر ورش عمل للقُصّر المشمولين بالرعاية من قبل الهيئة للفئات العمرية من سن 12 إلى 17 عاما، وذلك لرفع الوعي الثقافي وتهيئة الشباب إلى المرحلة المستقبلية ومساعدتهم على رسم مستقبل مشرق لهم من خلال المساهمة بتحديد مجال التخصص في سوق العمل. من منطلق اهتمام الهيئة العامة لشؤون القُصّر بأبنائها المشمولين بالرعاية، تنطلق اليوم فعالية شباب ناجحون، وهي فعالية حديثة من نوعها، حيث تتضمن 4 أيام. في كل يوم راح يكون ورشة عمل بالنسبة حق عيالنا المشمولين بالرعاية، عبارة عن 4 ساعات. هذه ال4 ساعات تعلمهم محتويات كثيرة تفيدهم في صقل مهاراتهم وتنمية معارفهم. أول مرة تقريبا تكون للهيئة هذا النوع من الفعالية، لأن إحنا متعودين أن إحنا نكون دائما مع عيالنا المشمولين بالرعاية في جميع احتياجاتهم. كان بداية الصيف عملنا لهم تقريبا فعاليتين، كانت فعاليتين ترفيهيتين في أحد المجمعات الحديثة. أما الآن الفعالية تتضمن 4 ورش تعلمهم كيفية اختيار تخصصهم الجامعي، الفعالية الثانية تكون كيفية استثمار أموالهم، كيفية ادخار أموالهم، وكيفية التعامل مع الروبوت والأشياء الذكية. نفهمهم ونعلمهم أن احنا دائما معاهم ودائما نكون معاهم في جميع احتياجاتهم. وتسهم تلك الورشة المقدمة من قبل الهيئة العامة لشؤون القُصّر في كيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم ووضع الأسس الكفيلة لبناء المشاريع لدى المشاركين وزيادة الوعي لإدارتهم المالية، مما يساهم في صقل المواهب وإكسابهم للمهارات اللازمة لسوق العمل. جاي مسجل من شؤون القُصّر فترة شباب ناجحون عشان استفيد منها التخصصات اللي بختارها وتعلمني أشياء واجد. شاركت بدورة مسوينها الهيئة العامة لشؤون القُصّر عشان تساعدني أعرف عن تخصصي إذا بتخصص إن شاء الله حق الجامعة. دشيت هني عشان أشوف التخصصات وعجبني العنوان شباب ناجحون، لأنور طريقي قدام في المستقبل. جهود كبيرة ومميزة تقدمها الهيئة العامة لشؤون القُصّر لفئة الشباب لإبراز إمكاناتهم وصقل مواهبهم لبناء جيل واعد قادر على تحمل المسؤولية وبناء الوطن ومستقبله المشرق. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.